والآن لنا لقاء آخر مع أحد وجهاء عشائر شمر سكوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام موجه إلى المؤمنين بهذه الذكرى الأليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. أنهم السلة الخيرة من آل رسول الله وأنصاره وأصحابه الذين خروا صرعى على ساحات كربلاء، ساحات العز والجهاد ضد الطغاة الظالمين. وفي هذه المناسبة العظيمة يوم عاشوراء الحسين في محرم الحرام، أتوجه إلى المؤمنين كافة وإلى جميع الأمة الإسلامية بأن تحذوا حذو الحسين في الجهاد ضد الأعداء وضد الذين يريدون بالدين الإسلامي ما يريدون من إذلال. نسأل الله سبحانه أن يعز المسلمين بمحمد وآله، وأن ينصر حشدنا الشعبي وهو متوجه لطرد الأعداء الطغاة من القاعدة وتنظيم القاعدة وداعش. هل الجرائم الوحشية التي يقوم بها تنظيم داعش التكفير تأثير على عزيمتكم وأصراركم في إحياء هذه المراسيم العاشورائية؟ لا لا لا، وألف كلا، لا يؤثرون. وإنما عقدنا العزم على أن نواصل إداء المواكب الحسينية كشعائر، وأن نواصل الحرب ضد الأعداء، فبيد نؤدي الواجب الحسيني وبيد الأخرى نحمل السلاح لصد الأعداء. ما هو رأيكم في الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين إحياء مراسيم عاشوراء في هذه الناحية؟ هذا هو الذي يثلج القلوب ويفرحها، حيث أن القوات المدنية قد أدت واجبها على الوجه الأكمل في إداء احتياطاتها المطلوبة وواجباتها المطلوبة في حماية المواكب الحسينية. الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم.